بسم الله الرحمن الرحيم. البروبلم بتاعتنا اسمها تايبنج جيم، والتايبنج جيم فكرتها ان احنا عايزين نعمل برنامج يساعد اليوزر على انه يكتب كتابة دقيقة وبأسرع وقت ممكن. عشان كده هنحسب له عدد الكلمات اللي كتبها بشكل سليم وسرعة كتابة الكلمات. You are asked، نقرأ كده البروبلم. You are asked to write a typing tutor game. Your game teach typing by generating random sentence for the user. يبقى أول حاجة عايزين نطلع الجيم بتاعتنا أو البرنامج بتاعنا generate، يطلع لليوزر random sentence. يجيبها منين؟ هنعمل array نحط فيها مجموعة من الستيتمنت، خمس ستيتمنت زي ما هيقول لنا في الديسكريبشن بعد كده أو في الديتيلز. The user should type the sentence. الكلمة اللي هتطلع له طبعا هنشوف في function بتطلع random statement أو random من random number، والrandom number ده نجيب من الأري. هنقول الطريقة دلوقتي the user should type the sentence. فهنختار، البرنامج هيختار جملة من الجمل ويكتب ال sentence دي لليوزر. فاليوزر المفروض يكتب الجملة as fast as he or she could، فبالتالي هو هيكتبها بسرعة جدا. فاحنا هنحسب الوقت من أول ما طلع لنا المسج وقلنا له اكتب الجملة، هيبدأ التايمر يعد أو نحسب التايم فانكشن باستخدام الفانكشن اللي هنشوفها. وبعدين لما يخلص كتابة ويعمل انتر معناها انه خلص الجملة، فنوقف التايم ونحسب الفرق بين الزمانين. فهيطلع لنا وقت الكتابة نقسمه على عدد الكلمات، يطلع لنا سرعة الكتابة بتاعته، ونعد الكلمات الصحيحة عن طريق مقارنة كل كلمة كتبها مع كل كلمة في الجملة اللي طلعت بشكل راندم. Your code should then print the following result. لازم الريزلت تكون كالآتي: The time it took the user to type the sentence. يبقى هو خد وقت قد ايه في السنتنس، هنحسب التايم. Number of error، عدد الكلمات الميس ماتشد او الغير متوافقه او الغير صحيحه يعني اللي كتبها. وممكن هو بيكتب يفوت كلمه، يبقى عدد الكلمات ممكن يكون ناقص او زايد، يزود كلمه. فعايزين النمبر اوف ان تايب ووردز، الكلمات، عدد الكلمات، ما قالش ما طلبش اوجد الكلمات نفسها، عايز بس نمبر اوف ان تايب ووردز. If the user type less word than required، لو طلب، لو حط كلمات أقل من المطلوب. Number of words typed per second، وبعد كده عدد الكلمات per second دي هنعمل function بتقسم، أو يعني هنستخدم القسمة نقسم عدد الكلمات على الوقت أو الوقت على عدد الكلمات، يطلع لنا عدد الكلمات في الثانية. Your code should include 5 sentences. طبعا لازم البرنامج يكون فيه 5 جمل، عشان كده هنعمل array consisting of 8 ل 14، 8 to 14 word each، كل جملة فيها من 8 ل 14 كلمة عشان اليوزر يبدأ يدخلهم. Each time user play the game a random sentence will be selected from the array of the string. يبقى هنعمل array of string نحط فيها الجمل دي. ممكن نبص بشكل سريع على شكل الكود بتاعنا هيبقى ازاي. فهنلاحظ ان احنا الأول نعمل run عشان نشرح الفكرة وبعدين نتكلم عن الكود بالتفصيل. لما هنعمل run هنا البرنامج هيقول message please type the following statement quickly. هنطلب من اليوزر انه يكتب الجمل بشكل سريع. الجملة هنا جت random، جت منين؟ جت من الـ array اللي هنتكلم عنها بالتفصيل. المهم ان الجملة دي طلعت بشكل عشوائي والكاونتر تايم بدأ يعد، فبيطلب من اليوزر انه يكتب. فالمفروض ان اليوزر يكتب the complete، نكتب نفس الجملة بالظبط اللي مكتوبة. طبعا أنا دلوقتي مثلا كتبت 3 كلمات من، طبعا لازم الكلمات تكون سبيلنج صحيح. ده تدريب على الكتابة، اللعبة دي أو البرنامج ده بيدرب اليوزر على إنه يكتب الكلمات. فأنا هكتفي بالكمية دي وهغلط في الباقي أو مش هكمل، هكتب 3 غلط خلاص واعمل انتر. فالمفروض البرنامج حسب لي خدت 53 ثانية من ساعة ما بدأ البرنامج لحد ما خلصت كتابة الجملة. انا قريت الجملة دي اللي جاية راندم اهي وكتبت زيها، لقيت ان عندي 1 2 3 4 5 6، فمعناها ان انا نسيت او فوتت 7 جمل. فبيقول لي ان النمبر اوف ان تايب وورد 7، عدد الكلمات الغير مكتوب 7، والنمبر اوف وورد تايب بير سكند قسمت وطلع لي ان انت بتكتب بمعدل 8 كلمات في الثانية. طبعا كان مفروض ان انا لو عملت ران مره تانية، احنا طبعا طالب مننا تيستينج، المره دي طلع جمله مختلفه: computer science has many new subject as data science
as data science and artificial intelligence. دي جملة، احنا جاي انا جايب مجموعة جمل يعني عشوائية، والمفروض ان اليوزر يكتب الجملة. لو كتبها بالظبط وعمل انتر، فالمفروض البرنامج يقول له the time taken is كذا، الوقت اللي انت خدته، number of untyped words zero، ما عنديش ولا كلمة غلط، number of type of words typed per second كذا. يبقى دي الاجابات اللي المفروض يطلعها زي ما كان طالبها مننا. عايزنا نقول له عدد الايرور، في كام جملة خطأ او كام كلمة غلط. طبعا دي الرسالة دي ما بتطلعش الا لو كان في عدد كلمات خطأ، يعني لو عملنا ران مرة ثالثة فانا هكتب نفس الجملة مثلا، هاخدها كوبي بس عشان ابقى سريع شوية، وهخلي الكلمة الاخيرة subjects، وهخلي الكلمة دي word بالA مثلا. فالمفروض ان الجملة نفسها، لكن في كلمة word مكتوبة غلط وكلمة objects مكتوبة غلط او object مكتوبة غلط، فالمفروض هنا يقول لي ان عدد الكلمات الخطأ. هنا اعتقد ان في سطر عايز الميس ماتش، ما طبعناش الميس ماتش او وقفنا الكود بتاعها. الميس ماتش المفروض اهي، انا عامل كاونتر للميس ماتش، هشرح الكود بالكامل دلوقتي. فالمفروض ان احنا number of untyped لازم نزود سطر، اعتقد ان انا مسحته مثلا او حاجة. number of mismatch، خلينا نزود بس السطر ده، هنقول number of error، number of error، ونكتب هنا كلمة mismatch، فيبقى ده عدد الكلمات الخطأ. هنشغل مرة تانية، المرة دي قال كويت سيتي is capital of Kuwait located at the heart of the country، country آسف. فلو كتبت country غلط وبعدين located كتبتها غلط وبعدين capital كتبتها غلط، فدي ثلاث كلمات غلط. فالمفروض يقول لي ان عندك ثلاث كلمات غلط ومفيش ولا كلمة mismatch. قال لي number of error 3، والـ untyped word ما فيش ولا كلمة ما كتبتهاش، والوقت الإجمالي كده الكود كامل. يبقى بس السطر ده تقريبا أنا عملت تيست وشلته من الشرح. you typed longer than a statement number of untyped word، هي موجودة هنا number of untyped word، يعني ممكن مع الكوبي بيست للكود ده للسطر ده اللي هو number of untyped word، لان انا بعمله مرة لما يكون عدد الكلمات. هنشرح الكود دلوقتي حالا بالتفصيل من البداية للنهاية، المهم ان الاوتبوت ده صحيح. واعتقد ان احنا هنزود بس الستيتمنت دي ناسيينها، بس احنا حاسبين الميس ماتش او عدد الكلمات الغير متوافق، وبعدين هنزود الفاريبل بتاعها، نزود البرنت يعني، بس ما كناش عاملين برنت لها هنا. نشرح بقى بعد كده ايه الاكواد من البداية بعد ما فهمنا فكرة البرنامج.